هناك شخص يعرف أنه موسر، إلا أن موزع الزكاة يخشى من أذاه عليه، هل يعطيه من الزكاة خوفا من أذاه أم لا؟ الزكاة كما أشرنا تصرف في مصارفها التي عينها الله سبحانه وتعالى ولا تصرف في غيرها. الغني لا يجوز أن يعطى منها، ما دام هذا الشخص الذي ذكرت غني هذا لا يعطى من الزكاة لأنه لا يستحقها. أما إذا أردت أن تكف لسانه وشره فأعطه من غير الزكاة. الله تعالى أعلم.